بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، استأذنكم اليوم في قطع السلسلة وللتعليق على مسألة التعديلات الدستورية. سبق في مرات أخرى أن بينا أن الدول الحديثة بتقسم السلطات إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية، وأن معظم هذه الدول بتقوم على أساس قومي ديمقراطي، وبمعنى أنها مصدر السلطات فيها هي الشعب، وإن هذا الأساس يخالف الأساس الذي ينبغي أن تقام عليه الدولة الإسلامية، الذي أساسها الانتماء للدين، أساس الانتماء فيها الانتماء للدين، ومصدر السلطات فيها هو الشرع، وأن الحركة الإسلامية في مرحلة مبكرة جدا من قيام هذه النظم في بلاد المسلمين، لما وجدت أنها هذه النظم قد استقرت وتمكنت، انتهت إلى محاولة هذه النظم التشريعية والقانونية والتنفيذية، يعتبر الحاكم العام لها، النظام العام للدولة، يدون في ما يسمى بالدستور. والدستور هو أبو القوانين، ولكنه ليس فقط حاكم على القانون، ولكن يعني حاكم على ما يسمونه هم بالسلطة التشريعية، لأن السيادة عندهم للشعب. ولكن الشعب، هذه الديمقراطية تحولت إلى ديمقراطية نيابية، وليس الشعب بأفراده، لاستحالة أن يشارك الشعب في العدد الكبير الذي صارت عليه الأمم، يستحيل أن يشارك جميعه في المناقشات. فعمل الديمقراطية النيابية، معنى أن الشعب يختار نواب، وهؤلاء النواب هم الذين يصنون القوانين داخل هيئة تسمى السلطة التشريعية، سواء سميت المجلس النيابي أو غيره. في بعض الحالات ذات الخطر الشديد ينص على أنها ينبغي أن تطرح على عموم الناس كاستفتاء، نعم أم لا، لصعوبة أو لاستحالة أيضا أن يطرح شيء على عموم، أقصى شيء أن يطرح استفتاء في الحالات الحرجة. ثم فالدستور يقيد ويضع الضوابط التي تحكم السلطة التشريعية وتحكم السلطة التنفيذية. السلطة القضائية بطبيعة الأحوال محكومة بالسلطة التشريعية، وإن كان فيما لا نص قانوني فيه عليها أن تعود لمبادئ الدستور. حصل اجتهاد من الحركة الإسلامية في أوقات مبكرة جدا بأنه إذا كان الدستور له هذه الصفة السيادية على نظام الدولة، بأنه إذا ضمن الدستور أن الشريعة هي المرجعية العليا لهذا النظام، فإن هذه الصورة تقترب في بعض رأي الإسلاميين أو توافق في رأي البعض الآخر نظام الدولة الإسلامية بصورة أو بأخرى، بمعنى أنك رجعت جعلت هذه السلطة التشريعية مقيدة فيما لا يخالف الوحي، مع أن تسميتها سلطة تشريعية في حرج، وليس مع ان طريقة تكوينها غير مناسب للطريقة الشرعية
التي تجعل الشورى في كل مسألة قاصرة على أهل الخبرة فيها، ولكن تبقى أخطر قضية وهي قضية تشريع ما لم يأذن به الله، قد سلبت عن هذا المجلس التشريعي. ومن ثم كان أول دستور مصري سنة 1882، وهذا كان دستور علماني قح، كان دستور تحت الاحتلال الإنجليزي ولم ينص على حتى دين الدولة. ثم بعد يعني جهود من الحركة الإسلامية وغيرها من الحركات التحرر، وضع دستور 1923 ونص على أن دين الدولة هو الإسلام. بعض من يسمون بالفقهاء الدستوريين يقول هل الدولة ستصوم أم تصلي لكي يقال إن لها دين؟ دكتور يحيى الجمل يقول إن النص على دين الدولة مادة ديكورية، مادة للديكور فقط، ولا إن الدولة شخصية اعتبارية فلن تصوم أو تصلي. طبعا هذا الكلام نابع من فهمه هو للدين، لأنه يرى أن الدين صلاة وصوم فقط، الدين عبادة وشعائر فقط، ولكن الدولة لها نظام حكم، الدولة لها نظام اقتصادي، الدولة لها نظام اجتماعي، فإذا الدولة يكون لها دين. وبعدين محاولة تجهيل الناس والاستخفاف بعقولهم، وهل الدولة لها دين؟ هو أنت ما فيش فقيه دستوري في الدنيا غيرك؟ ولا ما اللي عملوا المادة دي كانوا فقهاء دستوريين، وحازت على إجماع اللجنة التي أعدت دستور 23، ثم إجماع مجلس النواب عندما عرضت عليه، ثم إجماع الشعب عندما عرضت عليه، الدساتير الغربية التي تنص على ذلك ليس الدساتير. فإذا يعني في الواقع هؤلاء القوم، الواحد منهم يدعي أنه ليبرالي ويعني بتاع تحرر، وهو في داخله شخصية قمة في الدكتاتورية وقمة في التعسف وقمة في الاستخفاف بالآخر، فضلا يكون الاستخفاف بقيم المجتمع وديني. الدولة لها دين، نعم، كان هو لا يستوعب هذا، كان عليه بصفته فقيه دستوري أنه يسأل الفقهاء الدستوريين الذين وضعوا هذه المادة كانوا يعني ماذا يعني كانت وكانوا يريدون من ورائها. دستور 23 جعل دين الدولة هو الإسلام، ولكن لم يذكر الشريعة، لم يذكر الشريعة. المستشار طارق البشري وغيره من الفقهاء الدستوريين يقولون أن هذه المادة لو وجدت من يدافع عنها سوف يلزم المجالس النيابية أن ألا تخالف الشريعة. أنت لما قلت أن الدولة لها دين يبقى إذن لا يجوز في أي نشاط من أنشطة الدولة أن تخالف هذا الدين، والنشاط التشريعي من أهمه، إلا أن هذه المادة وضعت كمادة ديكورية كما يقول يحيى الجمل، لكن مادة ديكورية كنوع من التعسف والظلم، وليس أن هي ملهاش معنى، لا، هم حطوها ديكور وخداع ثم لم يطبقوها، لكن هي المادة مادة لها معنى، وكان مفروض لو هم بيفهموا في اللغة العربية ولو بيفهموا في معنى ان في حد في إرادة شعبية وافقت، طالما هم بيحتكموا للشعب ان الإسلام هو دين الدولة، يبقى كل أنشطة الدولة، الدولة شخصية اعتبارية بتمارس أنشطة، الدولة تقرر مناهج، وانت في النهاية الدولة بهيئتها بتختار مجموعة، يبقى بتيجي تقول ايه نظام المناهج المدرسية الحكومية اللي بتاعت الدولة، يبقى مفروض تقرير المناهج يكون منسجم مع ان الاسلام هو دين الدولة، الدولة تسن قوانين يكون منسجم مع انها دين الدولة، الدولة تدير اعلام يبقى يكون الاعلام منسجم مع دين الدولة. على اي هذا الاجتهاد، يعني قد يكون بعض النظريات تقول يلغوا الدستور خالص وإيه ويقولوا نحن دولة إسلامية، دستور من مادة واحدة أو ما يبقاش اسمه دستور. في الواقع هذه الطريقة في علاج الأمور يعني بتجعل لا مجال للإصلاح،
بمعنى بوسعك أن تظل تقول الأسلم ألا يكتب لا دستور ولا قانون مثلا. هذا مذهب أن حتى تقنين أنه يوضع الشريعة في مواد، بعض العلماء المعاصرين يقولون وما فائدة وضع الشريعة في مواد، ولكن يبقى هذه درجة. حتى لو قلت للناس وافقوا على أن يوجد في الدستور الإسلامي ودين الدولة، تقول لهم مع اعتقادكم أنكم لا تملكون الخيار، أنتم تعبرون عن مقتضى عقيدتكم. حتى إن كان اللي بيخيركم، ما ممكن واحد يخيرك أنت تقول له لا، أنا لا، ما أنا اخترت دي لأن لا مجال أمامي للاختيار. وهذا يحصل، أنت هو كن بيخيرك بين الحق والباطل، يعني ما أجبركش على الباطل، هتقول له لن أختار. فإذا قلت له لن أختار، اختار لك هو الباطل. تقول له أنا، أنت خيرتني بواقع سلطتك الدنيوية، وأنا اخترت الحق لأنه لا بديل عن اختياره من العقيدة. الحركة الإسلامية بعد، كما ربما ذكرنا في مناسبات أخرى، بعد نكسة 67 وعودة الروح الإسلامية كرد فعل هذه النكسة، كان لابد من وجود صدى لذلك. فعندما وضع الدستور الدائم لمصر سنة 71، وضع فيه ان غير دستور 23، دستور 23 كان نص على دين الدولة، ونص عليه في مرتبة متأخرة جدا في الباب السادس في المادة رقم 149. ففي دستور 71 كانت في الباب الأول الذي يتحدث عن هوية الأمة، في المادة الثانية قال ان الشريعة الإسلامية، ان الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية هي لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي من مصادر التشريع. هذا كان مشروع الدستور، وفي ليلة التصويت عليه اتحذفت ال وبقت مصدر. وبعد ما كان روج للدستور على هذه الطريقة والناس وافقت، وبعدين فوجئوا ان قال اللي اتشالت دي اتشالت عن عمد، وان كده النص الدستوري بيجعل الشريعة مصدر من مصادر التشريع. وكما كانوا يقولون لا ينفي هذا وجود غيره. في احداث بعد ذلك في سنة 80، لما اراد السادات ان هو يجعل ان ترشيح الرئيس يمكن ان يكون لمدد متتالية بدل لمدة، كان النص اللي اتعمل في 71 بيقول يجوز للرئيس ان يعاد ان ترشيحه لمدة تالية، فجعلها لمدد. طبعا الاستفتاء على الدستور من الأشياء الخطيرة، فبيعرض على مجلس النواب أو مجلس الشعب أولا، فإذا رفض انتهى الأمر، فإذا وافقوا عليه طرح للاستفتاء الشعبي بنعم أو بلا. فعندها طبعا كان هذا سيرفض، فالسادات كنوع من أنواع يعني ان يمرر هذا السم، حط لك معاه عسل، عسل كتير، بحيث الناس تختار العسل، يقول له بس معاه سم شويه صغيرين خدهم يرضى، او هو عايز يحط للناس شوك، حط لهم جنبه افضل الورود، فهيجي ياخد الورده يقول له خد معاها الايه الشوك. وهو الناس بيقولوا ايه من اجل الورد ايه يسال عليه. فراح قال خلاص انت الماده اللي مش هيوافقوا عليها دي، راح حاطط معاها الآل اللي هو حذفها سنه 71 رجعها تاني سنه 80، والناس وافقت وقالت نعم. احنا بنقول نعم ديت اللي قالوها الناس لاعاده الاعتبار للماده التانيه، تدل انها ماده اختارها الشعب وبكل قوه، لدرجه لما تحط له معاها
حاجة مكروهة خدها برضو من شدة حرصه عليها، ما قالش لا، قال نعم لمجموع الاثنين. طبعا دكتور يحيى الجمل من وجهة نظره ان ده نوع من النفاق السياسي من السادات، وهذا نوع احنا بنسميه نوع من الخلط العلمي والفكري والمنهجي، لان الطبيعي ان يقول ده نوع من الديكتاتورية من السادات، نوع من اكراه الناس، عايز تاخد المادة اللي انت محتاجها اديني قصادها واحدة مش العكس. وبالتالي لو حد عايز يجي يصلح الوضع ما يسميش ان المادة التانية كانت نوع من النفاق السياسي، ده يسمي ان المادة التانية دي حازت على ارادة شعبية عالية جدا، وان الناس قبلت معاها مادة تانية مكروهة، طب نخليهم يصوتوا على المادة المكروهة دي لوحدها او نلغيها لهم، لان احنا عارفين ان هم اخذوها كرها. مش يقول المادة التانية نفاق سياسي طب نرجعها بقى، ده العكس وده خلط كبير في الاوراق. على اي هناك استقرار ان هذه المادة لها اهمية تشريعية، لكن حتى لما رجعت سنة 80 رجعت مع جدل قانوني، هل لها اثر؟ الآن لها اثر ولا ملهاش؟ هذا الجدل القانوني حسم بحكم المحكمة الدستورية العليا اللي هي لها سلطة تفسير الدستور في سنة 96. طبعا معظم بحوث الاعتراض، في بحوث كتيرة اتكتبت في انتخابات 84 وانتخابات 87 كان فيها ان مجلس الشعب هيئة ايه كفرية لانها تدعي التشريع من دون الله. بعد هذا التفسير نزعت هذه الصفة عن مجلس الشعب، صحيح صار هيئة طريقة تكوينها غير مناسب، مش هم دول اهل الشورى، لكن انتفت عنها صفة الايه ادعاء التشريع، لان في نص اخر بيلزمها، بيلزم مجلس الشعب ان هو لا يشرع من دون الله. طبعا كان في حزمة اعتراضات على المشاركة السياسية ككل، كان اخطرها ان الدخول تحت راية مجلس، وليس انك تنكر، في فرق بين العضوية انك تنكر من الداخل وانك تنكر مع عدم الايه الانتساب، فكان لازم تنتسب، وهذه الهيئة كانت تدعي التشريع من دون الله فهي هيئة كفرية، لكن هذه المادة نزعت عنها هذه الايه هذه الصفة. ومع ذلك كان ظل رأينا في المشاركة السياسية بالرفض، على اعتبار انه كان هناك تنازلات اخرى لابد ان تقدم، وعلى اعتبار انه في النهاية كان الاسلاميين مجرد ديكور ديمقراطي يطلعوهم فوق لغاية 88 مقعد وينزلوهم تحت لغاية صفر، وفي كل الاحوال مش فرق. ليس هذا هو مجال للكلام الآن، الكلام إن الدستور حصل جهود تراكمية كبيرة من الحركة الإسلامية لمحاولة تصحيح، ولو تصحيح جزئي ولكنه خطير ومؤثر لشكل الدولة التي أقاموها رغما عنا على خلاف النظام الإسلامي، شكل الدولة اللي فيها يعني هذا الدستور، ان الدستور يكون بينص على مرجعية الشريعة الإسلامية. كما ذكرنا هذه المادة منعت قوانين كثيرة بعد تفسير المحكمة الدستورية العليا، مررت بعض القوانين اللي توافق مذهب ضعيف لبعض الفقهاء، ولكن لم تمرر كانت الفترة دي فترة الجبروت للعائلة الحاكمة سابقا، واللي كان مطلوب تمرير قوانين منع الزواج الثاني وقوانين المساواة المرأة بالرجل في الميراث، بالإضافة لقوانين توصية مؤتمر السكان إلى غير ذلك مما هو معلوم، كانت هذه المادة هي التي تقف أمام ذلك. الدستور 71 دستور بيجمع السلطات في يد الرئيس، وتعديل 80 الذي أدخل على دستور 71
جعله ممكن ان هو ينتخب لمدد متتالية. لكن عندما ننظر في الممارسة العملية مثلا فترة الرئيس السابق، تجد اي المواد كانت اكثر اثرا في طغيانه؟ المدد المتتالية، لانه مع الدستور اللي كان مجمع الصلاحيات كلها في ايده العشر سنوات الاولى، بغض النظر عن انه هو زيه زي غيره بيجي عند قضية تطبيق الشريعة يقول مش هقدر والضغوط الدولية الى غيره، لكن كان على الاقل لا يوجد اضطهاد للاسلاميين، لا يوجد كانت يعني هناك درجة حرية في الدعوة، هناك سماحية للاتجاهات التي تنزل في البرلمانات انها تحصل على مقاعد يعني بنسب معقولة، النقابات المهنية كانت انتخاباتها بتدار بطريقة نزيهة الى حد كبير، الاتحادات الطلابية. وبعدين بعد 10 سنوات او 15 سنة من الحكم نتيجة المدد المتتالية بدأ تأميم النقابات وتأميم الاتحادات الطلابية وتأميم كل شيء في الحياة، ويعني بدأ الحكم البوليسي الشديد جدا. وبالتالي أخطر ثغرة في الدستور المصري كان هو المدد المتتالية. طبعا احنا ذكرنا لو انه هيجيبوا لنا حاكم مجتهد عدل ذو نجدة وكفاية، ساعتها هنقول ده خلوه مدى الحياة وفق النظام الإسلامي. لكن ما دام ما جابوش كده يبقى لا، يقيدوا له مدته أحسن. أنا البعض أحيانا يقول طب أنت كيف تؤيد الآن تقييد مدة الرئيس؟ لأن ما جابولناش الحاكم الذي دوره حفظ الدين وأساس الدنيا بالدين، واللي من شروطه أن يكون مجتهدا في الدين وأن يكون عدلا وأن يكون ذا نجدة وكفاية. طالما ما جبناش ده وجبنا شيء أشبه بسلطة تنفيذية يبقى نقيده أفضل يعني ما أنت. وبالتالي إذا كانت هذه النوعية هي التي توجد فالتقييد أفضل. حصلت الثورة 25 يناير ونحو ذلك، وبدأ الكلام على تعديل الدستور. طبعا ثورة 25 يناير ثورة بلا قائد، بلا برنامج سياسي، بلا طريقة في إدارة نظام الحكم، لأنها ما كانتش ثورة، كانت مظاهرات ثم من الله على أصحابها لشدة ظلم النظام السابق. لكن عشان تبقى ثورة وتقول المشروعية الثورية تبقى هي اللي تشيل الحكم كله وتعمل نظام جديد، لكن ده ما حصلش. آخر المؤسسة الأكثر تماسكا والأكثر بعدا عن ظلم عامة الناس، لأنها كانت غير مشاركة في ظلم عامة الناس، المؤسسة العسكرية. تولت إدارة شؤون البلاد ومحاولة القضاء على الفساد وإعادة هيكلة نظام الدولة. وهذا في حد ذاته شيء فعلا لو قارنت بأحوال ليبيا تقول شيء لم يكن متوقعا، رحمة من الله ان المؤسسة العسكرية تدير الامر بذلك. والاعجب من كده انها تقول ننسحب بسرعة، مش عايزين نفضل في الحكم. وبالتالي في محاولة لإعادة يعني عمل هيئات باقي مؤسسات الدولة، مؤسسة الرئاسة ومؤسسة مجلس الشعب وغير ذلك. والناس رحبت جدا جدا بهذا، من أولهم الليبراليين والعلمانيين، لأنه ده مبدأهم أن الحكم العسكري حاجة سيئة. الليبرالية يعني الحرية، العسكرية يعني الانضباط. وبالتالي هو عنده الليبرالية ما تحطش عليها قيد لا من الدين ولا من الأخلاق ولا من نظام حكم صارم. دي الليبرالية. القيد الوحيد الضرر العام للمجتمع، يعني يقول لك لو امتى يقيد حرية فرد؟ عندما يحصل ضرر عام من وجهة نظره. يعني ما قيدش حرية فرد في الزنا. خد بالك المسألة مش حد الزنا فقط اللي هما بيتكلموا فيه، لا، ولا حتى تحسسه انه غلطان،
وانت لو زعلت لو عرفت ان صديقك زان فهجرته تبقى انت راجل رجعي. انت من شايف الزنا حرام مقتنع امتنع، لكن لا تلزم غيرك بنظرتك الاخلاقية. هو له نظرة اخرى في الاخلاق، دي الليبرالية، عشان بس ما حدش يحاول يقول ايه لا لا، لا دي الليبرالية الاخلاقية على الاقل. الليبرالية الاقتصادية بذلك، بس في الاقتصاد. المهم الليبراليين فرحوا جدا ان الجيش قال هيقعد فترة محددة، وبدأ الجيش يعمل تعديلات دستورية في المواد المقيدة لشروط الترشيح للرئاسة، وفي أخطر مادة كانت سبب في طغيان الرئيس السابق وهي المدد المتتالية. قالوا طب حطوا لنا المادة التانية من الدستور، شيلوها أو عدلوها عشان نبقوا ليبراليين بجد. الأمة وقفت عبر المؤتمرات وعبر الكتابات، فكان هذا الطلب قوبل بالرفض. طبعا كان في لجنة تعديلات دستورية أسسها الرئيس السابق قبل أن يتنحى، وكان فيها اقتراح مقدم من الدكتور يحيى الجمل بتعديل المادة الثانية، نشيل ال تاني. والحمد لله كانت المؤسسة العسكرية لما تولت الحكم بقيت هذه اللجنة كأنها باقية فترة، ثم مع تصاعد استنكار وجود تحرش بالمادة الثانية حلت هذه اللجنة، وجدت لجنة ثانية على أقصاها رجل بيدافع باستماتة عن المادة الثانية. أنجز لهم التعديلات، قالوا طب لما نشوف هيعمل إيه في الباقي. أنجز التعديلات كما يراد، يعني شروط الترشيح للرئاسة سلسة جدا، وأي واحد ما عندوش الشروط دي فعلا صعب جدا يجي يقول أنا عايز يبقى رئيس جمهورية. يعني أنت هيبقى رئيس جمهورية يعني عايز ياخد أصوات ملايين من الناس. أقول له طب مبدئيا جيب لي في 10 محافظات مثلا، في كل محافظة 500 واحد، شرط بسيط جدا، لو في شخصية لا تستطيع الحصول عليه يبقى بيهرج عشان يجي يقول ان هو بيفكر يبقى رئيس جمهورية. اذا اللجنة عملت للناس كل اللي هم عايزينه. وبعدين لما جت تعرض قالوا لا احنا عايزين دستور جديد. طب عايزين دستور جديد عشان لو انتوا عرضتوا على الناس تعديلات فيها الغاء المادة التانية مستحيل تمر، فعايز يبقى عايز تلغي الدستور ده كله كده بلا استفتاء بقرار من المجلس العسكري، وبعدين اتعمل دستور جديد. من حقنا ان نتخوف. ليه؟ لان كل اللي مصممين على دستور جديد هم اللي في يوم من الايام قالوا عايزين نلغي الماده التانيه. استجابوا لطلبهم وقالوا لهم طيب هنحط في التعديلات الزام الرئيس القادم بانه يعمل دستور جديد، ولكن من خلال هيئة تأسيسية ينتخبها مجلس الشعب القادم. يبقى بعد مجلس مش هو الدستور يعني معبر عن إرادة الأمة، فلازم يكون نابع من النواب الأول وبعدين ينزل الاستفتاء للشعب. فبعضهم كان صريح جدا وقال طب ما هو كده مجلس الشعب اللي جاي هيبقى معظمه إخوان، وهيختاروا لجنة تعمل دستور يحافظ على المادة التانية، يبقى كده احنا ما عملناش حاجة. او ما قالوش يحافظ على المادة التانية، يقول لك ايه هيعملوا دستور ينحاز الى احدى فئات المجتمع دون الفئات الاخرى. طيب يا اخوان يبقى انتوا كده اخواننا مشكلتكم رؤساء المادة التانية، طب ما تقولوا. قال لك لا 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 خلاص احنا اقتنعنا انها كويسة ومش عايزين نغيرها. فجأة كلهم برضو اقتنعوا انها كويسة وانهم مش عايزين يغيروها، بس عايزين يغيروا الدستور كله. طيب موضوع في التعديلات انجز وخلي الحكم الجيش يرجع يحمي الحدود، وانت راجل ليبرالي يعني عايز المجتمع يبقى يعني مستحيل يكون بيفضل بقاء العسكر، وبعدين هيتعمل الدستور الجديد. يقول لك لا لا يفضل الجيش، خلوا الجيش يفضل سنة بس ما يمشيش إلا بعد ما يتعمل دستور جديد. دوت انتحار سياسي. لو ان الناس بتفهم، واحد بيقول انه ليبرالي
عايز حريات، عايز عايز عايز، ويجي يقول يخير بان الجيش يقعد 6 شهور او 7 شهور، مش 6 شهور وسنة، ويختار السبعة، يبقى ده لا ليبرالي ولا ديمقراطي ولا بيفهم في اي حاجة غير انه طالب انه ينفذ، يخلي الناس تبقى ليبرالية، لكن هو مش ليبرالي، هو جاي يبث هذا الفكر ويفرضه على الناس رغم رأي الأغلبية. فما فيش يتعارض تعارض تام مع الليبرالية انه يفضل بقاء الجيش ولو يوم واحد زيادة. يبقى الجيش اللي يقول انا عايز ارجع ويقولوا لا خليك. طيب لو صدقناهم ان هم مش عايزين المادة، مش عايزين يجوا جنب المادة التانية، نقول له ايه مشكلتك؟ يقول لو تمت انتخابات دلوقتي، وده بصراحه بي تماما، لن يفوز الا الاسلاميين الاخوان او غيرهم وبقايا النظام السابق، لان احنا ما خدناش فرصة نتحرك. النظام السابق ساب الاخوان 30 سنة يتحركوا، واحنا ما كناش بنتحرك، لازم يسيبولنا فرصة قبل ما يعملوا الانتخابات. في الواقع دي نكتة سخيفة جدا، يعني السجون والمعتقلات وامن الدولة وتأميم الاموال، كل ده والنظام السابق كان سايبه. الاحزاب الاخرى بتاخد دعم من اموال الشعب، كل حزب بياخد دعم، انت خدت الدعم حطيته في جيبك او صرفته على الهيئة العليا للحزب او صرفته في الشارع، يعني عملت بيه مؤتمرات وندوات والناس ما استجابتش لك، بس كنت بتاخد دعم من اموال الشعب. كان مفروض اي حزب محترم يقول لا الغوا حكاية دعم الاحزاب، ما سمعناش عن اي حزب ليبرالي او غير ليبرالي امتنع انه ياخد الدعم المقرر للاحزاب. فكانوا بياخدوا حتى اللي ما كانوش عندهم حزب عنده قنوات فضائية وعنده، تيجي تقول اصل النظام السابق كان سايب الاسلاميين، سيبونا احنا سنة نلحق، هتلحق تشتري اصوات ولا هتلحق تعمل ايه؟ طيب في ديمقراطية في الدنيا تقول لي ثبت الناس كده عند وضع معين؟ انا معترف ان انا لو خدت ارائهم النهاردة هبقى اقلية، ثبتهم لي كده بحكم عسكري لغاية ما انا اعرف اقنع منهم شوية. لا الديمقراطية، احنا مش بتوع ديمقراطية بس يعني برضو لازم يحترم عقولنا شوية، يعني الديمقراطية ان انت دلوقتي معترف انك اقلية ترضى انك تكون في مقاعد المعارضة، هو طبعا عارفين ان هم ممكن ما ياخدوش الا مقعد في الاخر، ولكن تبقى في حزب معارض، انما ما تقوليش خلي الحكم العسكري يثبت الناس عند هذا الوضع بحكم استثنائي عسكري وانت راجل ديمقراطي لغاية ما تقنع لك شوية ناس ينتخبوك. لا ده كده بزيادة قوي، يعني كده اللي بيقول كده في الواقع يعني حاجة صعبة جدا. طيب قالك لا مش عشان خطرنا، عشان شباب الثورة، شباب الثورة الناس ما تعرفوش، فالناس سيبوا لهم فرصة الناس تعرفه. طيب هاب ان ده هو ده الكلام، فين شباب الثورة دول؟ هو كل اللي وقف في التحرير كان واخد كارنيه مثلا، او حد ما ظلوا ان هو من شباب الثورة؟ ما انت هتيجي دلوقتي تقول لي سيب شباب الثورة يعرفوا نفسهم. طيب عرفوا نفسهم للناس ولا كلالس؟ طب مين شباب الثورة يطلع لك ده وده 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 وده؟ طبعا شباب الثورة معظمهم شباب الاسلاميين، بالاضافة لشباب حزب الغد وشباب الحزب الناصري وشباب، يعني كلهم بطبيعة الحال متسكنين سياسيا، مش لسه هيعرفوا نفسهم للناس، ولكن هم اتفقوا ان الثورة ما تبقاش مسيسة، يعني ما بقاش لها شعار اي فريق، ولكن مش معنى كده ان كلهم لسه جايين النهاردة عايزين يعرفوا نفسهم للناس. وبعدين ده انت بتحيل على مجهول كده، احالة على مجهول لما يقول طب استنى شباب الثورة لما يعرفوا نفسهم بالناس، لان شباب الثورة مشوا خلاص. طيب لو هو جه النهاردة وقال يلا شباب الثورة اللي زعلان يروح التحرير، جابوا لنا 10,000 راحوا التحرير، 100,000، هل هم دول نتأكد ان هم دول شباب الثورة؟ وبعدين ايه شباب الثورة؟
بمعنى الثورة اسمها ثورة شعبية. الشعب عموم الشعب دفعوا الفاتورة، عموم الشعب روعوا، البلطجية خرجوا عليهم هم يعني، حتى اللي خرجوا على ميدان التحرير ما عرفوش يعملوا حاجة لأن كاميرات الإعلام العالمي مركزة. إنما اللي راحوا روعوا الناس في البيوت وصلوا إلى الآن يروعون الناس. أنت ما تجيش تقول إنها لا الثورة مشروعية الثورة بقى اللي كان في التحرير بس هو اللي يحط الدستور. فيش دستور في الدنيا كده. وبعدين فين بتوع التحرير؟ هاتهم لنا بس نتأكد إن هم بتوع التحرير، حتى لو قلنا إن هم اللي من حقهم يحطوا الدستور. هو نوع من عرقلة العملية الديمقراطية اللي هم بينادوا بيه. ليه؟ لأن هم عارفين إن هم بلا رصيد في الشعب. هذا هو ما يحتم علينا، رغم أن التعديلات لا ترقى إلى المستوى الذي نريده، ولكن لو أن الليبراليين والعلمانيين قدروا يعرقلوا التصويت عليها أو يخلوا الأغلبية تقول لا، هيقولوا إذن نحن أغلبية، إذن اعملوا لنا دستور بقى ليبرالي بجد، لأن احنا قدرنا نعرقل الدستور. ولأن لو تعرقلت هذه التعديلات هندخل في فراغ دستوري. فالتعامل مع الممكن، لأن البعض بيسأل عن موقف الدعوة. قلنا كان زمان اللي في قضية جوهرية جدا، المادة الثانية اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي بعمق لها أهمية كبيرة عندنا، وتفسيرها اللي بعد ما تم في المحكمة الدستورية العليا عايزين نثبته على الأقل، وده كان مانع في فترة من فترات العمل السياسي. الأمر الثاني مسألتنا ما كانتش بتفرق، دلوقتي بتفرق، بمعنى ان يا إما نثبت الدستور عند حاله القديم ونشيل منه البنود الدكتاتورية فقط، وإما نخليه أفضل، وإما هم هيعملوا لنا دستور ليبرالي. بعد ما يعمل لك دستور ليبرالي أنت ممكن ما فيش حد بتاع أمن دولة يجي يمسكك في ظل هذا الدستور، لكن هي مش القضية الوحيدة في حياتنا إن إحنا كنا بنتمسك من أمن الدولة، إحنا كان ممكن نقعد في بيوتنا وما نتمسكش. كان يعني مش إن القضية أمن الدولة دي مش كانت بتروح يعني تجيبنا من بيوتنا عشان فلان اسمه سين والآخر اسمه صاد. كانت بتجيبك عشان انت بتدعو المنهج معين. هذا المنهج حتى لو انت خدت فرصة انك تدعو اليه، بعد ما يعمل لك دستور ليبرالي هتبقى بتعارض الدستور. يبقى مش امن الدولة، بقى النيابة العادية تحقق معك بتهمة اهانة الدستور. ويبقى ما فيش مشكلة خالص، لا قمع ولا شيء، انت راجل خالفت ارادة العامة للامة اللي عمل الدستور ليبرالي وانت جاي تطعن فيه. نرجع لحالة تركيا، مش دلوقتي، كمان حالة تركيا من 10 سنين او اكثر. ففي امر في غاية الخطورة. لذا الدعوة اصدرت بيان بانها ستشارك وانها تحث الجميع ان يقول نعم للتعديلات الدستورية. هذا الموقف الآن أشبه بالإجماع بين الإسلاميين. جماعة الإخوان موقفها واضح أنها قالت نعم للتعديلات الدستورية. حزب الوسط هو حزب يعني مؤسسو كانوا أعضاء قدامى في الإخوان، قالوا نعم للتعديلات الدستورية. الجماعة الإسلامية قالت نعم للتعديلات الدستورية. الشيخ محمد عبد المقصود كان طلع الجزيرة، ودي نقطة مهمة جدا لازم الإخوة تعرفها، بالذات الإخوة اللي تعرف الشيخ محمد عبد المقصود وتنتظر فتواه، وقال لا، ثم عاد وقال لا ده في خطر كبير وأنا أدركت المؤامرة اللي في الموضوع وبقول للإخوة يروحوا يقولوا نعم للتعديلات الدستورية. فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي كلامه في يعني جديد جدا انه يجب تروح ويجب تقول نعم. هذا الموقف موقف اشبه بالاجماع من الحركة الاسلامية، ان هناك خطورة في اعادة صياغة دستور ليبرالي. هذا الدستور سوف يكون يعني معوق للحركة الاسلامية،
ومصادم لإرادة الأمة يعني بصورة يعني تغني عن الأجهزة الأمنية والقمعية إلى غير ذلك. ثم أن هذه التعديلات في المدة الوجيزة اللي هي عملتها حققت المطلوب. والأخطر حاجة عند اللي سبب الطغيان ما عندنا تاريخ النظام السابق هو طول المدة، طول المدة بعد ما يمتلك مفاصل العملية وكذا. فهنا الدستور خلاه مدتين، كل مدة 4 سنين يعني 8 سنين. طب هو كان قاعد 10 سنين ما بيشغبش حد، و5 سنين تسخين كده يعني. وبعد كده بدأت بقى الايه، بدأت القمع الحقيقي، يعني القمع الحقيقي بعد 15 سنة. فاذا حقق الحد الادنى، بل انه استجاب لضغوطهم، لان دستور 71 بيقول لك في 30 مادة بتعطي صلاحيات واسعة للرئيس، وفي ناس بتقول في 55 مادة. طب ما تعدلهم ليه يعني، لازم يتهد من جديد؟ ومع ذلك هذه التعديلات راعت اللي طالبوا بدستور جديد، قالت لهم طيب خلاص هنص فيها من دلوقتي عشان يبقى مش من حق الرئيس الجديد يعدل او ما يعدلش، انه يعمل دستور جديد بعد ما تستقر. بس خلت الايه، الدستور اللجنة التأسيسية بتاعته سيختارها مجلس الشعب القادم. طبعا عم قالك مجلس الشعب القادم هيبقى مجلس ملناش فيه حاجة. خد بالك مش متخوف هو من تزوير، لا هو بيقول صراحة كده احنا الناس ما تعرفناش، لا الناس عارفاهم كويس، والناس لا يمكن ان تخاف. فعلا الانتخابات اللي جاية هتبقى الاسلاميين، وزي ما هم بيقولوا بقايا النظام السابق اللي لهم عائلات هتنتخبهم بأي صورة من الصور. طب بنقول لهم اعملوا الانتخابات بنظام القايمة، قالك لا خلينا فردي عشان القايمة هتوصل الإسلاميين. طيب ما هو الفردي هو اللي هيوصل له عائلات وله عصبيات، فهيوصلوا. مفروض قواعد اللعبة الديمقراطية تقول لهم يوافقوا، حتى ولو جه في حلول النظام السابق، حتى يعني لو كان حيصل بفلول النظام. فإذا نحن نقول نعم للتعديلات الدستورية. طبعا احنا السؤال بيقول ان البعض استغل فتوى الشيخ المحلاوي انه قال يجب، وقالوا ليه يفرض علينا الامر. احنا قلنا ما قلناش يجب، اهو احنا وضحنا خطورة، وقلنا كل مسلم شايف الخطورة ديت يتصرف بما يملي عليه دينه. لكن احنا عايزين نقول ان الفتوى هي تقدير لواقع، فاذا كان الراجل شايف مؤامرة يقول ايه طيب، ومع ذلك خلاص هم يعني يعتبروا نفسهم غير اي انسان يعتبر نفسه. هو الشيخ المحلاوي لما قال له يجب مثلا، راح بعت له 2 مخبرين يشوفوه هيكتب نعم ولا لا. القضية ان الدعاء بيبينه، وكما ذكرت هذا اجماع تقريبا من الحركة الاسلامية المعاصرة، لان الرؤية اتضحت بكتابات وفلتات لسان ظهرت في برامج حوارية ونحو ذلك. انت لما تشوف مؤامرة عليك، عايزة مؤامرة عايزة تمنعك انك تشرح دينك، مش انت حتى تبقى انك تقول ما تعتقده. ما هم احنا ذكرنا قبل كده بيقولولنا ايه، يا انا سبت لك العقيدة والعبادة تاخدهم من الدين، ما جيتش جنبهم، بس لما نيجي نشرع في المجتمع ما تقوليش الدين. بقى الكلام ده ما على في الاسلام ما ينفعش، لان انت ما سبتليش العقيد، لان انا الكتاب الذي لا يصح اسلام احد الا باعتقاد صدقه واعتقاد لزومه جايب لي تشريعات في العقوبات، وتشريعات في البيع والشراء، تشريعات في كتابة الدين، ما سبتليش العقيدة. يبقى إذن دعواهم ما احنا سبنا لكم العقيدة، ما جيناش جنب الدين، لا جيت. ما انت العقيدة ده ممكن اللي عقدته دعم لله لله وما لقيصر لقيصر، ممكن تقول له ايه، انا سبت لك عقيدتك وسبت لك دور عبادتك والمجتمع يسير كيف يسير. لكن اللي عقدته ان الحكم الا لله،
ازاي تقول له انا سبت لك العقيده وبعدين ترجع تجيب له تشريع مخالف؟ ازاي تقول له انا سبت لك العقيده وهو بيقرا في الكتاب الذي يؤمن انه كلام الله كل هذه التشريعات؟ يبقى ما سبلناش العقيده. فاذا اذا كان انت شيء انت هيبقى عشان تتكلم بعقيدتك تتكلم بيها بس تعتقدها تعلمها لابنائك لو عرفوا يصوغوا ما يريدون هتبقى جريمه. هل احنا ده احنا عند الدرجه بتجرم علينا الكلام ده يعني انت يعني فالقضيه في من الخطوره بمكان. لذلك الاخوه لابد ان تاخذ موضوع ماخذ الجد ان نعم للتعديلات الدستوريه تنشر الدعوه عليها على اوسع نطاق ويعني تنظم حملات للجان للعمل للتصويت بنعم من العمل من اماكن العمل واماكن الدراسه ويوم اجازه من جميع يعني المساجد تركز على هذا الامر في كل الصلوات الايام اليومين القادمين ويوم السبت لان التصويت لغايه الساعه 7 والتاكيد على انه ما راحش يروح ومفيش عذر. بطاقه الرقم القومي وعند اقرب حسب عنوان السكن المسجل فيها. نحن نحث الجميع ان الاخوه تتحرك وتعمل. طبعا بقيه الاتجاهات الاسلاميه بتعمل وفي لافتات تعلقت وسيكون هناك ايضا لافتات للدعوه تؤكد هذا المعنى. هناك لافتات لجماعه الاخوان التنسيق معهم لاستفاده من خبرتهم في حشد الناس للتصويت. احنا ما بنكرفش حد، احنا بنشرح. اللي مش مقتنع اشرح له، انا بشرح لك النهارده عشان انت تقتنع وتعرف تقنع الناس من ورا منك. هقول لك اصل الشيخ المحلاوي قال لي يجب. يا سيدي الناس اللي واثقه في علم الشيخ المحلاوي وقياس الامور هتبقى فاهمه وقال يجب ليه. ولو رحت سالته هشرح لك كلام قريب من اللي انا بشرحه لك ده. ويا سيدي خلاص انا بقول لك تاني، انت عايز تعرف ليه احنا بنقول روح وقول نعم؟ ادينا بنقول احنا الوضع القائم في درجه جيده من الحفاظ على الهويه الاسلاميه. هذه الدرجه دون المطلوب، ولكن القضية احنا نخاف نقول نعم، نخاف نقول لا، او نمتنع او نتكاسل. يوم التانيين يقول لك وادي الليبراليين قوة واغلبية، اعملوا لنا بقى دستور ليبرالي. هي دي بالاخر كده، هي دي المشكلة اللي لازم كلنا نتحد عشان نقول ان الامة تريد الهوية الاسلامية القدر الموجود على الأقل ما نفقدوش، على الأقل ما نفقدوش. فإذا الأيام القادمة عايزة تكثيف حملات توعية. طبعا من ضمن الشغل بقى اللي بيسموه في السياسة الشغل الديرتي، البعض بيقول للناس خدوا بالكم ده في التعديلات دي فيها مساس بالمادة الثانية والشيوخ قالوا لكم لا مساس بالمادة الثانية. لا يعني احنا بنقول ده التعديلات ديت لم تمس الماده الثانيه، وده اول الاسباب اللي احنا من اجلها بنقول نعم لهذه التعديلات. مش نعم واحنا قاعدين، نعم هنتحرك وهنروح هنقول نعم وهناخد الناس معانا وهنحشد الناس انها تقول نعم، لان ده في النهايه اعتبروا استفتاء على هل الشعب يريد الاسلام، مش حتى التطبيق الكامل للإسلام، هل الشعب يريد هذا القدر من الهوية الموجود مع إصلاح السرقة والفساد؟ وبعدين بعد كده نكمل إحنا دعوة عشان نوصل لتطبيق الهوية الكاملة، ولا عايز يرجع بقى للليبرالية وإن ما يبقاش في حد بيتكلم على الدين، وحتى عيب هيبقى عيب عليك إنك تقول لزميلك اللي بيفتخر بزناه، عيب عليك تقول له عيب حتى. لا انت عايز ده في التزام اخلاقي بينك وبين نفسك، انت حر. لان هو ما جاش جنبك، هو لما افتخر بالزناه ما زعلكش في حاجه، هو حر جسمه هو حر فيه. دي فلسفه وعقيده تخالف عقيده الاسلام. هل احنا عايزين القدر اللي هو بيعظم نظريا لو فعل هيبقى في خير كبير؟ ما هو كان في كبت، طب خلي كنظريه موجود وبعدين نعمل ايه على تفعيله كما
ذكرنا. يعني أنا أولا أعتذر عن إجابة أي أسئلة شفهية اليوم مني في عجلة، كما أعتذر عن درس الغد إن شاء الله الإخوة حتى تنقل الاعتذار اللي مش موجود، لأني عندي ارتباطات تتعلق بشرح لماذا نقول نعم للتعديلات الدستورية في أماكن أخرى. فالإخوة تدعينا بالتوفيق والسداد، وتستغل بقى بكرة أنها تنقل الكلام ده في مساجدها بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.